ايش؟ ايش بتقول؟ شوف الرجال اللي هناك ده؟ ايش ماله لو ماله؟ ماله لو ماله ده ايش؟ اقول لك الرجال يطالع فينا من النادور قديم ساعة دحين، تقول لي مالنا وماله؟ الرجال اللي جالس جنب السيارة؟ ايوه هو. ايش العمل؟ ليه بتقولي يا مصيبتي يا مصيبتي؟ مصيبتك على ايش؟ منى انت ايش الفرق بينك وبين خالتي وام فتو ولا عبد المعين في الكلمه هذه؟ ها؟ الخوف يا خال، الخوف ما يخلي بيناتنا فرق. منى يا منى انت بتثقي فيا ولا لا؟ ماني عارفة من فين يجيني هذا الخوف، هذا الخوف اللي ابتدى من أول يوم عرفتك فيه. حاسة أني في خطر يا خالد، خطر بيلحقني. خطر؟ خطر من إيش؟ خطر مجهول يتهدد حياتي وفرحتي بيك. وبعدين لما اكون لوحدي احاول اني اواجه ظروفي بقوة وشجاعة. سبب الخوف هي الطريق الوحيد لإزالته. وبعدين أحس بأن خوفي ما هو ناشئ من اعتراض أهلك على مشروع جوازك بي، لا، حاسة أن هناك حاجات ثانية تتهدد حياتي، حاجات ماني عرفت لها سبب ولا انا عارف ايش مصدرها. منى في حاجه انت لازم تعرفيها، قول. منى انا قبل ما اتجوزك عارف ومتاكد إنه في معارضة قوية جدا 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 من أهلي، بس بقول لك دحين إنه من المستحيل يفرق بيني وبينك إلا الموت. هذه حاجة طبعا من يد الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء أنا واثقة منه يا خالد. بعدين أنا جامعي، انت جامعيه، تفكيرنا متسامي، ما نتقبل اي حاجه الا ونحن مقتنعين فيها. طيب وابوك؟ ابويا على عيني واهلي على عيني وعلى راسي، بس انا ما اسمح لاي انسان في الدنيا كلها يتدخل في حاجه اسمها جوازي انا، لأن حاجة هذه تخصني أنا. بعدين يا منى خلاص أنت أصبحت زوجتي أنا وأنا زوجك أنت، أنا ما أقدر أستغني عنك وأنت ما تقدر تستغني عني. جوز ومراته
ايش اللي يفرق بينهم؟ ها؟ ايش اللي يفرق بينهم؟ صادق يا اخي صادق. هداك زي عصام. هو؟ هو؟ اي بالله هو. جاي من بعيد وشايل السمكة للصدر. عن طبيعة المرض، طبيعة المريض، المرحلة التي وصل إليها، السن، حسب الجنس، طبيعة العمل والحياة إلى آخره. ده أسلوب الحياة السليم اللي بيخفف كثير من مشاكل الحياة. الطب والحياة، الثلاثاء، 7:30 مساء على ذكريات. مرحبا بكم الى المعلومات، مرحبا بكم الى الثقافه، العاب الاطفال، لعب الاطفال، وحيوا الفريق. الحقيقه في منافسه طيبه بين الفريقين. معركه حطين؟ لا، طريقه برايل. طريقه برايل، تحيه للفريق. مسابقات الاحد 7:30 مساء على ذكريات. أما أنا صدت لكم. حذروا إيش؟ لازم أم 44. أم 44 دي إيش؟ أنا صدت لكم حوت شعور. حوت شعور إنما إيش؟ الله شوف، أنتوا بختكم من السماء الليل. يا سلام. إيوة يا أخويا، إيوة كده. خش علينا في البكش وعزمنا على مطعم حتى تدفع لك شوية فلوس. جبتنا البحر ولا دفعت ولا قرش. ها؟ لا بالله يا خالد، انت واخد فكره وحشه عن كرم اخويا. فكره وحشه ايه؟ فكره وحشه ايه؟ جايبنا البحر هنا يبقى البحر هذا يخليه يدفع الحساب. يا عصام استحي. هو في احسن من عشوه سمك جديد طازه ولذيذ؟ اما والله اللي يسوي طيب هذه الايام يلاقي جزات المعروف 4 فوق. هيا تعالوا معايا دوقوا وبعدين اهرجوا. انا محضر معايا العده كلها، فحم وجاز وشوايات وصيام وكله. يعني جيدك مبيتها من امس ها؟ كلها. هيا خش 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 جوا هنا خش. صباح الخير امي. صباح الخير يا خالد يا ابني، انت فين كنت امس؟ الليل 2 بعد نص الليل. كنت مع أصحابي أمي. غريب على واحد زيي يسهر مع أصحابه يوم خميس ليلة جمعة. يا خالد إيش بك كده؟ صرنا ما نشوفك وأبوك زعلان منك. قولي له يا أمي، قولي له. عبير أنت تسكتي، مالك شغل أرجوك. سكت يا أخويا، أنا مالي. زعلان منك لأن في ناس أمس شافوك مع عصام العوام وأخته، وكيف ما يزعل؟ هذا أبوك وباني عليك آمال ويبغاك تحت طاعته، تقوم كده تخيب أمله؟ يا أمي أخيب أمله في إيش بس؟ أخيب أمله في إيش؟ عصام العوام وأخته ما هم من صنفنا ولا من توبنا. البنت صحيح متعلمة جامعية زيك، بس يا ابني الرق على الأصل، على قول المثل أكفي الجرة. أمي الله يخليك ويستر عليك، أنا ما أبغى أصير هذا. عقلك في راسك تعرف خلاصك،
ترى أبوك زعلان وحالف يمين بطال إن صدقت هدول الناس ولا سيرتحوا. خليه أمي، أصل ما هو عارف مصلحته، لما نيجي أبوي يفهمه ويوعيه. عبير أنت تسكتي ومالك شغل، مفهوم؟ يا ابني عيب، دي أختك وقلبها عليك. ما أبغى يكون قلبها علي في مسائل زي هذه. يا عالم أنتو ليه ما تسيبوني؟ سيبوني سيبوني. خايفة يا خالد، خايفة. منى خايفة من ايش؟ مجهول يا خالد. منى المجهول بكرة رايح يصير معلوم. بكرة المجهول لازم يصير معلوم. انت تبغى تموتني، تبغى تدفني بالحياة. انا سويت ايش يا ابوي؟ هذا كله تقول لي سويت ايش؟ تعالي يا صفية شوفي ابنك، تعالي. هذا كله تقول لي سويت ايش؟ ها تبغى تخليني معيرة انت يا هاد؟ معيرة وفضيحة ليش يا ابوي؟ عجيب، هذا كله اللي انت مساويه وتقول لي سويت ايش؟ انت ما انت مكسوف من روحك يا هاد؟ بس حد نفسك يا شريف، لا تعكر دمك. انت ما انت عارف ان الواد عصام واخته طمعانين فيك وعاملينك مصيده؟ معاهم حد؟ فين يلاقوا زيك؟ واد نقطه، ابوه غني وارث في المستقبل، هم حيلاقوا فين زي حكايتك؟ انت خسران، انت عدمان، انت ما انت فالح ولا صالح لحاجه. يا خساره تربيتي فيك، يا خسارة أمان اللي بنيتها عليك. البنت طلعت أحسن منك وأكمل منك. يا ريتك يا صفية ما جبتي لي الولد هذا، يا ريت. قلت لك يا شريف هدي نفسك، هدي نفسك، هذا ابنك وتحت طاعتك، ما في حيلتك في الدنيا غيره. مصيره يعقل ويعرف مصلحته، ده بيحبك وبيعزك وبيسمع كلامك.
وابتلاش ياخد حده وينجنع ويغور إبليس الرجيم. برنامج أفراح وتهاني، كل المتعة وعظيم الفائدة. مشاركة فيها تجسد أسمى معاني الحب والإخاء بين أفراد المجتمع الواحد. أفراح وتهاني السبت 11 مساء على ذكريات. أبطال حبيناه، وكانت المواجهة بالحلبة بينهم حتمية. فنون قتالية وحركات قوية ما ننساها، تشعل الحماس فينا. ونبقى منتظرين الفائز للنهاية في مصارعة حرة. مصارعة حرة الثلاثاء 11 مساء على ذكريات. إبليس الرجيم اللي خلفة السوء حقك هذا، انت يا رب طايح لي في عصام واخته، ان شاء الله يكونوا يبغوا يجوزوك ويزحلقوك. يا مصيبتي، زواج؟ بتقول زواج يا شريف؟ لا لا، ابني يتجوز على بنت زي دي؟ يا عاد انت تبغى تنزل من مستوانا ولا ايه؟ ايش مأمور يا ابوي؟ انزل من مستواكم ليش يا ابوي؟ منى أشرف وأطيب بنت في الدنيا كلها. سامعة؟ سامعة صفية إيش يقول ولدك؟ يا أبويا أرجوك خلينا نتفاهم. قال نتفاهم؟ شركة يعني؟ هي كلمة واحدة يا ولد، أنت رايح تقطع علاقتك بالجماعة هدول ولا لا؟ أفهمني يا أبويا، خليني أعبر عن رأيي، أسمع إيش هي أهدافي وإيش هي أمالي. ما شاء الله تبارك الله، انت هاد بتدافع عنها؟ ودافع عنها ليش؟ منى سوت حاجة غلط حتى ادافع عنها؟ عفاري عفاري عظيم والله عظيم. بعدين لا تؤاخذ طفلا بأبويه ولا بهيمة برعيها. الله الله، هذا هو اللي علموك هو في الجامعة، لا تؤاخذ طفلا بأبويه ولا بهيمة برعيها. اسمع يا هاد، أنا لا ترغي ما أبغى، أنا كلمتي واحدة واللي أقوله هو اللي لازم يمشي. أنت رايح تقطع علاقتك بالجماعة هدول ولا لا؟ ولا لا أنت ولدي ولا أعرفك يا أبويا. شريف، أنا ما عندي غير كلمة واحدة، كلمة واحدة، يقطع علاقته بالجماعة هدول ولا لا؟ أنا رايح دحين وخليه يراجع نفسه. اتفضل. مين؟ استاذ شريف، اهلا وسهلا. خطوة عزيزة، شرفت ونورت. متشكرين متشكرين. تحبوا تشربوا بارد ولا حار؟ ما في الزوم يا سيد، ما في داعي، انا ما عندي وقت لا للبارد ولا للقهوة ولا للشاي. ما يصير يعني ما يجي كده، لازم تشرب حاجة. ما في لزوم يا سيد، أنا قلت لك ما في داعي. طيب خلاص،
أنا جايك في كلمتين اثنين، اثنين وبس. إذا ما كان عندك مانع، أسمح لي أتكلم مع الأنسة شقيقتي. ما في عندي مانع، هذه برضو زي بنتك. لو تسمح خليها تفضل. حاضر، دقيقة واحدة. صباح النور. أنا جايكم في كلمة واحدة، كلمة واحدة وبس. أبغاكم تقطعوا كل علاقة بينكم وبين ابني. أنا حبيت أدخل في الموضوع دغري من غير لف ودوران، وبلاش نشتغل على بعض، وبلاش شغل بكش. ابني ما راح نجر لمصيبتكم. مصيبة؟ مصيبة ايش؟ انا ما قلت لكم بلاش نشتغل على بعض؟ انتوا فهمانين قصدي تمام. ما فيش تكافؤ بينكم وبين ابني. انت بتقول ايش يا عم شريف؟ ازهمني باسمي ولا تقول لي عمي، وخلي الالقاب محفوظة. يكون في علمك يا انسى، إذا تبغي تتجوز الولد أنا راح ألخبط عليكم كل الشغل وأخليكم تطلعوا من الغرض الحقيقي اللي أنتم مخططين له. الغرض الحقيقي؟ وإيش هو هذا الغرض الحقيقي؟ أنت بتستعبط ولا إيش؟ الغرض اللي مخططين له أنتم الاثنين، مو كده يا أنسى؟ السيطرة على ابني وعلى الثروة اللي راح تعود له بعد عمر طويل. يكون في علمك إذا اتجوزوا أنا راح أخليه ما راح يشوف أمه، ولا أمه تشوفه، ولا لي قعد عندي في البيت. خلوا بالكم وغيروا كل حساباتكم. السلام عليكم.